ندرة حادة في المياه بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، إذ تعاني المدينة انقطاعا شبه تاما لمياه الشرب. فالحسكة حاضرة نهر الخابور الذي لا يملك من صفات الأنهر إلا الاسم منذ سنوات، لا تملك مصادر للمياه الصالحة للشرب، فهي تعتمد على مياه محطة علوك بريف رأس العين سريكانية المحتلة. ومنذ احتلالها عام 2019 يعمد الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية على قطع المياه بشكل متكرر عن مدينة أقل ما وصفت به وأريافها بمناطق منكوبة. مشقة الحصول على المياه بشكل يومي باتت تثقل كاهل المدنيين في الحسكة، إذ يواجه الأهالي تحديات كبيرة من خلال الاعتماد على طرق بديلة للحصول على المياه، مثل الصهاريج التي توزع المياه بأثمان باهظة أو تحمل مياه آبار ملوثة. وللتخفيف عنهم عمدت منظمات إنسانية بما فيها التابعة للأمم المتحدة إلى وضع خزانات كبيرة في أحياء عدة مخصصة لتزويد الأهالي بالمياه، لكن تلك الخزانات لم تساهم إلا في اكتظاظهم في طوابير يود أحدهم الخروج منها دون ماء، بالإضافة إلى أن تلك الخزانات لا تزود بالماء إلا كل 3 أسابيع أو أكثر. مي ما عندنا، صهاريج منظمة ما تجينا، بأسبوعين 3 يلا تجينا، ونركض على المي المر، المي المر ما يشبعنا. بالنسبة للمنظمات سمعنا أنه عم يوزعوا بس بشكل قليل جدا ومو كل الحارات. أنا عن نفسي ما عبيت من ناحية المنظمات. الأهالي يعتمدون بشكل رئيسي على مياه الصهاريج من الآبار المتاخمة للحسكة، وأبرزها منطقة الحمة، إضافة إلى آبار قرية النفاشة الواقعة شرق المدينة ومحطتها الصغيرة التي تعتمد عليها عدة قرى في الريف الشرقي للحسكة، إضافة إلى اعتمادهم على المبادرات المدنية التي عرفت باسم الفزعة لأهالي الحسكة القادمة من دير الزور والرقة والقامشلي ومناطق أخرى، والتي لم تكن إلا حلا مؤقتا لأغلب أحياء المدينة المترامية الأطراف، لكن أحياء أخرى لم يصلها من هذه المبادرات شيء. أحياء أخرى لم تعاني لا منظمات، أيضا فزعة أهالي دير الزور والرقة مشكورين، وأهالي القامشلي مشكورين، ومشكور كل من قام بهذا العمل الفزعة المياه لمحافظة الحسكة، نحن نوجه له الشكر وبطاقة الشكر، لكن لم يصل هذا الحي نقطة مي بالعامية. كل شخص في الحسكة يعرف أن حرمانه المياه سببه الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية، فهم يحملونهم المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي شكلت معضلة حقيقية للمدينة ونتج عنها العديد من المشاكل الأخرى كالإصابة بالأمراض نتيجة اعتماد المياه الملوثة. فناشدوا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية لإطلاق مياه محطة علوك وتحييدها عن سياسته العدائية ضد مناطق شمال وشرق سوريا. نحن بالحسكة والله عم نعاني كثير من ناحية المياه، يعني أكثر من 1,000,000 نسمة عم تعاني من مشكلة المياه، والمياه اللي عم تصلنا عن طريق الصهاريج والله مو نظيفة، ونتمنى من المجتمع الدولي الضغط على تركيا المحتلة. والله يعني نحن كثير بحاجة للمياه الشرب النظيفة، يعني خاصة بالصيف عم نعاني كثير. مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة هذا الصيف وتفاقم معضلة المياه، يعول أهالي الحسكة على مشروع الإدارة الذاتية لاستجرار المياه من عمودة لمدينتهم، ويرون فيه الخيار الأنسب لإيجاد حل عاجل ومستدام لمعاناتهم، وسط مطالبات بالإسراع في تنفيذه لإنقاذ حياة أكثر من 1,000,000 نسمة يصارعون من أجل البقاء. أنه في مبادرة مياه من عمودة إلى محافظة الحسكة، فنتمنى من القائمين على هذا العمل الإسراع وإنقاذ هذا الشعب من موضوع المياه، يعني ضمن حرارة الجو الشديدة لهذا العام هي لحالها بذاتها مزعجة، فلا مياه ولا كهرباء ولا شيء، فلا حياة من دون مياه. جميع مساعدات المياه المقدمة للحسكة لنقل وتوزيع المياه بشكل يومي على أحياء المدينة لم تلمس المعاناة الحقيقية للأهالي، فالكل يبحث عن حل دائم وماء نظيف، وهذا ما وجدوه في مشروع الإدارة الذاتية والذي تبلغ كلفته بحدود 18 مليون دولار أمريكي، ويأتي في إطار استراتيجية الإدارة لتغذية المنطقة بالمياه بعد إعلانها مدينتي الحسكة وتلتمر وأريافهما مناطق منكوبة. وسمعنا بالفيسبوك وبالإنترنت أنه في مشروع إدارة ذاتية بالعمودة أنه يضخوا مي، هاي كتير كويسة، ونتمنى أنه يستعجلوا كتير بهالمشروع هاي.
استخدام الاحتلال التركي المياه كسلاح للتضييق على المدنيين دون أي رادع أخلاقي أو إنساني، أو حتى دون إدانة أو مساءلة أممية أو دولية، الذي اعتبرته الإدارة الذاتية جريمة ضد الإنسانية، يأتي في إطار خطط ممنهجة تهدف إلى التضييق على المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة والأمان.